فاصلة. كان خوارزميا من أصل مملوكي، طارق بن زياد فاتح الأندلس، لم يكن من أصل عربي. ولد في خنشلة في الجزائر من قبيلة نفزة الأمازيغية. طارق بن زياد والذي ينسب إليه جبل طارق كان أمازيغيا. يقول ابن خلدون: من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم من العجب، وليس في العرب حملة علم لا في العلوم الشرعية ولا العلوم العقلية إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبه فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته، مع إن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي. انتهى كلام ابن خلدون. ويا أهلي أيها العرب اسمعوا وعوا، بكم الإسلام قد بذر وبدأ، وبالفرس والأمازيغ والترك